الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج نهجه الى يوم الدين. اما بعد، نواصل مع حضراتكم ما بداناه من شرحنا لهذا الكتاب، كتاب أصول في التفسير، ونبدأ من قول المصنف رحمه الله القصص، وفي الطبعة التي معكم في الصفحة 50 نستمع إلى ما ذكره المصنف ثم نعلق عليه بإذن الله تبارك وتعالى. القصص والقص لغة تتبع الأثر، وفي الاصطلاح الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. وقصص القرآن أصدق القصص، لقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، وأحسن القصص لقوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وذلك لاشتمالها على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى. وأنفع القصص لقوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق. حسب. قال المصنف رحمه الله القصص والقص لغة تتبع الأثر، يقال يقص أقدام فلان يعني يتبع أقدام فلان أو يتتبع أثر أقدام فلان، ومنها ما ذكره الله في سورة الكهف قال فارتد على آثارهما قصصا لما جاوزا الصخرة، موسى ويشع بن نون لما جاوزا الصخرة، وأوحى الله إلى موسى أنه حيثما فقدت الحوت فثم الخضر، يعني في المكان الذي تفقد فيه الحوت ستقابل العبد الصالح. ففقد الحوت عند الصخرة ولكنه كان نائما، ما كان يعلم أن الحوت فقد، فلما جاوز الصخرة قال له يشع بن نون نسيت أن أخبرك بأمر الحوت، فقال موسى ذلك ما كنا نبغي، هذا ما كنا نريد أن نفقد الحوت، فارتد على آثارهما قصصا، يعني رجعوا تاني لحد الايه لحد الصخرة. رجعوا ازاي؟ على آثار الأقدام، يقصان آثار الأقدام، يتتبعان أثر الأقدام، هذا اسمه القص. والقص عين الحقيقة وعين الواقع بخلاف كلمة الحكاية، ولذلك لا ينبغي أن نقول عن القرآن حكاية، ويقع فيها كثير من أهل العلم حتى المفسرين يقعون في ذلك ويقولون كما قال الله حاكيا عن موسى أو حاكيا أو حاكيا، لا يليق لفظ الحكاية بالله أصلا، لا يليق لفظ الحكاية بالله. لماذا؟ لأن أصل كلمة حكاية من المحاكاة، يحاكي فلان فلان يعني يحاول أن يقترب منه، ولكن هل فلان هو فلان؟ يعني لو قلت يحاكي محمد إبراهيم، يحاكي محمد إبراهيم يعني يحاول أن يصل مثله، فهل معنى ذلك أن محمد هو عينه إبراهيم؟ أن محمدا هو عينه إبراهيم؟ كلا، ليس ذلك، ولكن الأصل أنه يحاكي يعني يقترب منه أو يساويه. واضح؟ ومنها جاءت كلمة الحكاية. ما معنى الحكاية؟ حينما أقول لك أحكي لك كذا يعني أحاول أن أخبرك بما حدث أو أقترب من الحقيقة، أحاول أن أحاكي الحقيقة، ولكن ليست هي عين الحقيقة. مرة أخرى، يعني إيه حكاية؟ من المحاكاة، يحاول أن يقارب الشيء. فلما أقول لك أنا أحكي لك حكاية يعني مش هي اللي حصل بالضبط، وإنما شيء قريب منه، أحاول أن أحاكي الحقيقة، أن أصل إلى الحقيقة أو أقترب منها. فهل يليق أن يقال عن الله ذلك أنه يحاكي الحقيقة؟ فمن الذي سيخبره بعين الحقيقة؟ إذا قلت عن الله أنه يحكي، فمن الذي يخبر بعين الحقيقة؟ لذلك لا ينبغي لك أن تستخدم مع الله إلا لفظ القص، إلا لفظ القص كما قال هو نحن نقص عليك أحسن القصص، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل
ما نثبت به فؤادك إلى غير ذلك من لفظ القص والقصص الذي جاء في القرآن وهو الأولى وهو الأولى. وسميت سورة بهذا، سميت سورة بذلك، سورة القصص. إذن فانتبه لذلك. إذن فالقص لغة تتبع الأثر، ومنها كلمة القصص. القص لغة تتبع الأثر ومنها جاءت كلمة القص. وفي الاصطلاح أخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعض، خلي بالك، أخبار عن قضية خرج بها خبر المفرد مثلا أو الخبر من كلمتين، حينما أقول أتى محمد زيد قام، ده قصد هذه قصة؟ كلا. لماذا؟ لأنها ليست إخبار عن قضية يتبع بعضها بعضا، وإنما هي إخبار عن شيء واحد أو عن شيء مفرد. فحينما نقول القصة أو القصص هو شيء يتبع بعضه، أحداث يتبع بعضها بعضا، تركب على بعضها فتكون قصة أو خبر على بعضه. أما الخبر الواحد مثلا زيد قام، هذه ليست قصة، إنما حينما أقول زيد قام وسار وذهب وسافر وقابل فلان وجلس في المكان، هذا اسمه قصة، اسمه قصة. واضح؟ إذن فقال أخبار عن قضية ذات مراحل، إنما لما أقول زيد قائم أو زيد قام دي مرحلة واحدة، إنما القصة بتبقى ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. وقطعا أن قصص القرآن أصدق القصص، واستدل بقوله تعالى ومن أصدق من الله حديث. والاستفهام هنا غرضه غرضه النفي، الاستفهام غرضه النفي بتقدير الكلام، لا أحد أصدق من الله حديث. طيب لما أقول لا أحد أصدق من الله حديث أبلغ، ولا لما نجيبها بصيغة استفهام؟ ليه؟ قد يكون في حد أصادق بس نفس الصوت يعني. التحدي. أيوة نشوف واحد افتكر كويس، يرفع معنويات شوي إن واحد افتكر. إحنا قلنا الكلام ده أكثر من مرة، ومن أظلم ممن منع مساجد الله، مش فسرناها؟ مش جات علينا الآية دي؟ ومن أظلم ممن منع مساجد الله في سورة البقرة. قلنا أن الاستفهام بمعنى النفي، والمعنى لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله. طيب قلنا إيه الأبلغ، إنه يقول مباشرة لا أحد أظلم، ولا إنه يستفهم بمعنى النفي؟ قلنا يستفهم بمعنى النفي أبلغ. ليه؟ لتضمنه معنى التحدي، لتضمنه معنى التحدي. حينما أقول من أقوى من فلان، ده معناه ان انا مش اخبر ان هو ما فيش حد اقوى منه بس، لا، ده انا بقول ما فيش حد، لو في حد يقدر عليه يجي، ده معناه ان انا بقول ايه، لو في حد يقدر عليه يجي، يبقى متضمن معنى النفي ومعنى التحدي. لما اقول من اقوى من فلان، يبقى انا بقول لا احد اقوى من فلان، ولو ان هناك من يستطيع ان يقف امامه يورينا نفسه. واضح؟ فهنا قال ومن أصدق من الله حديث، هذا أبلغ من أن يقول لا أحد أصدق من الله حديث. ومن أصدق من الله حديث، هذا أبلغ من أن يقول لا أحد أصدق من الله. ليه؟ لتضمنه معنى التحدي. نعم. والتقدير لا أحد أصدق من الله حديث، ونحن نؤمن بذلك يقينا. وذكر الله أن ما قصه على رسوله صلى الله عليه وسلم هو أحسن القصص، فقال نحن نقص عليك أحسن القصص على الإطلاق، على الإطلاق، يعني من لدن آدم إلى قيام الساعة لا قصص أحسن مما قصه الله على محمد صلى الله عليه وسلم، في الأسلوب والبلغة والعبرة والعظة، وقل في ذلك ما شئت. نقص عليك أحسن قصص، وأحسن هذه عامة من جميع الوجوه، في سرد الأحداث، في طريقة القص، في طريقة كذا، في العبرة التي تؤخذ، في كذا في كذا في كذا، أحسن القصص، لأن الذي يخصه هو الله سبحانه وتعالى يذكر ذلك لنبيه. نحن نقص عليك أحسن القصص
بما أوحينا، يعني من خلال هذا القرآن، بما أوحينا إليك هذا القرآن. ثم قال لقد كان في قصصهم عبرة، وسيذكر المصنف رحمه الله أقسام القصص. وهي ثلاثة أقسام: قسم عن الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين، وقسم عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة فنقله الله تعالى عنهم، كقصة مريم ولقمان والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وذي القرنين وقارون وأصحاب الكهف وأصحاب الفيل وأصحاب الأخدود وغير ذلك، وقسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كقصة غزوة بدر وأحد والأحزاب وبني قريظة وبني النضير وزيد بن حارثة وأبي لهب وغير ذلك. حسبك. ذكر مصنف هنا رحمه الله أقسام القصص، ذكر مصنف رحمه الله هنا أقسام القصص الذي جاء في القرآن، فاستهله بما هو أغلب القصص في القرآن، أغلب القصص في القرآن عن الأنبياء وعن الرسل وعن تكذيب الأقوام وإهلاك الله للأقوام لما كذب الرسل، ونجاة الله ونجاة المؤمنين بأمر الله رب العالمين مع الرسل. فذكر المصنف رحمه الله ذلك، فقال قسم عن الأنبياء والرسل وما جرى في الأحداث. والناظر في سورة الأعراف وفي سورة الشعراء وفي سورة الأنبياء، لا مش الأنبياء، مش تفصيل يعني، هود وفي سورة القصص في نبي موسى عليه السلام يجد القصص المطول، ويوسف سورة نزلت جملة واحدة تقص نبأ هذا الرسول، هذا النبي الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة وتم التسليم، وهكذا. وهذا القصص الذي قصه الله على نبي صلى الله عليه وسلم فيه تثبيت فؤاد للنبي، كما قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وفيه تهديد وتخويف للمكذبين أن يكون مصيرهم مثل مصير من أهلكهم الله رب العالمين. ثم ذكر الصنف الثاني أو القسم الثاني من القصص، وهي قصص أتى مرة واحدة ولكن فيه عبرة وعظة، ليس لأنبياء ولا لرسل، ولكن منه العبرة ومنه العظة. فمثل بمريم أم عيسى، والنبأ الذي ذكره الله في سورة مريم وفي سورة آل عمران في نبأ إنجاب عيسى، ولقمان الحكيم الذي جاء ذكره في سورة لقمان، والذي مر على قرية وسيأتي تفصيله في سورة البقرة. ثم قال وذي القرنين الذي جاء ذكره في سورة الكهف الذي طوى البلاد يمينا وشمالا وبنى ليأجوج ومأجوج السد، بنى للذين لا يفقهون قولا بنى لهم السد لئلا يتجاوزه يأجوج ومأجوج، يأجوج مش اثنين ده قبيلتين، عشان في ناس مفكرة ان هم اثنين يعني شخصين، لا هم قبيلتين عظام. انا بضحك لان كان في واحد يعني من باب الفكاهة كان بيقول لي ما انا في خبر عايز اعرفه بس عايزك تحكوا لي تفصيل، قلت له قول، قال لي عايز خبر الكوك والمكوك. ربنا يعلم. ثم قال وقارون الذي جاء ذكره في سورة القصص وخسف الله به، وذكر أصحاب الكهف والذي جاء نبأهم في سورة الكهف، وأصحاب الفيل وأصحاب الأخدود وغير ذلك. كل هذه القصص، كل قصة من هذه القصص جاءت مرة واحدة، فيها من العظة والعبرة ما لو تكلمنا عنه في دروس طوال سيحتاج إلى ساعات لأخذ العبرة من القصة الواحدة من هؤلاء. وقسم عن حوادث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كنبأ غزوة بدر وأحد وغير ذلك، وهذا استنبطت منه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. وللقصص في القرآن حكم كثيرة عظيمة منها
واحد بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص، لقوله تعالى ولقد جاءكم من الأنباء ما فيه مزدجر. تاني ولقد. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. يعني ايه مزدجر؟ زاد. ما فيه لهم، ما فيه جاءهم من الأنباء ما فيه لكفار مكة زجر وردع. تفضل. اثنين بيان ملخصه في حكمة بالغة، جاءهم من الأنباء ما يزجرهم متمثلا في حكمة بالغة وهو القرآن. اثنان بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين، لقوله تعالى عن المكذبين وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. ثلاثة بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين، لقوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. أربعة تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من المكذبين له، لقوله تعالى وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. خمسة ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه إذ علموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار من أمروا بالجهاد، لقوله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، وقوله ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ستة تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم، لقوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. سبعة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل، لقوله تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين، وقوله ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. ذكر هنا الفائدة من قصص القرآن، بيان حكمة الله فيما تضمنه هذا القصص، أن كل شيء خلقه الله بمقدار وجعله بحكمة بالغة، فالحكمة من إرسال الرسل، الحكمة من تكذيب الأقوام بعد إهلاكهم، الحكمة التي تظهر في عقوبتهم، فكل ما جاء من القصص للنبي صلى الله عليه وسلم فيه حكمة يذكرها الله رب العالمين لنبيه ويبين مآل الكافرين ويبين جزاء المؤمنين. الثانية قال بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين، في أغلب القصص بعد انتهاء ذكره تجد أن الله يقول وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وهذا اسمه في اصطلاح المفسرين عزاء القرآن فيهم، عزاء القرآن فيهم، بعدما يذكر مهلكهم يقول وما ظلمناهم وما ظلمهم الله، وكانت العاقبة والدائرة عليهم بفعلهم وبسبب فعلهم، فعاقبهم الله رب العالمين بذلك ليس ظلما لهم وليس عن عدم أحقية، بل هم استحقوا أن يهلكوا، بل هم استحقوا أن يهلكوا. وهذه آية التي ذكرها فيها عزاء القرآن الذي يقوله لك، فقال وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله. ثم قال بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين، فالله نجى المؤمنين ونجى أتباع الرسل، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، وهذا فيه عبرة وعظة للناس، لكافة الناس جميعا، أنه إذا عم البلاء وطم وإذا عم الفساد فأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر إن استطعت وعلى قدر استطاعتك. لماذا؟ لأن العقاب إذا نزل قال الله أنجينا الذين ينهون عن السوء.
ينهون عن السوء، فينجي الله من آمن، وينجي الذي يغضب لله، وينجي الذي يحاول أن يعلم الناس ويخرج بهم إلى بر الأمان من المعصية. أما الذي يستوي عنده الخبيث والطيب، والذي يعصي كالذي لا يعصي، والأمر عنده سدى بين هؤلاء وهؤلاء، فهذا في الأصل أنه مهلك مع المهلكين إن أنزل الله عقابه على الناس، نعوذ بالله من شر عقابه. قال الله تعالى عن نوح مثلا في سورة القمر: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه، هو من معه على ذات ألواح ودسر. ما معنى دسر؟ المسامير أو الأربطة التي كانت يشد بها الخشب جنب الخشب، يجيب عرقين خشب وإيه ويربطهم بحبل قوي. ففريق قال إن الدسر هي هذه الأربطة أو الحبال التي يربط بها الخشب، وفريق قال أن الدسر هي الإيه، هي المسامير. قال: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. يعني ايه؟ العصي كفر تجري بأعيننا جزاء للعصي. لا ركب الكلام، ما هو بيقول تجري بأعيننا جزاء، يا الجزاء هنا ثواب ولا عقاب؟ انت لو حددت دي هتفهم الكلام. الجزاء هنا ثواب ولا عقاب؟ ثواب. قال: حملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء من الله لمن كان كفر بهم، لمن كان كفر بهم. مين اللي كفر بهم؟ نوح ومن معه. يبقى الجزاء هنا ثواب ولا عقاب؟ هنا ثواب. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر بهم، فلأنهم كفر بهم ولأنهم استهزئ بهم. وقال قومهم: ما نراك اتبعك إلا الذين هم راذلنا بادي الرأي. لما نجى الله نبيه ورسوله نجى معه هؤلاء، قال: جزاء ورحمة من الله لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر. وقال نفس الكلام عن لوط، قال: نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، كذلك نجزي من شكر ومن آمن. إذن فذكر الله العقوبة للمتقين ونجاة المؤمنين. ثم إن فيها تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم على ما يلاقيه لما يعلم أن إخوانه من الرسل أوذوا وكذبوا، ومنهم من قتل وأخرجوا من ديارهم. هذا يجعل عند النبي الثبات، فيخبره الله بأخبار السابقين. قال: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. نزل مفرقا بحسب الواقعة وبحسب الحدث التي تنزل فيها الآية، فقد يذكر فيها قصص يثبت فؤاد النبي. فإذا ذكر له نبأ موسى عليه السلام مع فرعون وما كان، وكيف أن الله نجاه من فرعون وعمله، هذا فيه تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وتسلية للنبي. وقال: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، فلست أول رسول يكذب يا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال له: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا، فهل أنت صابر يا محمد؟ هذا تقدير الكلام. فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله. ولقد جاءك يا محمد من نبأ المرسلين، وإن كان كبر عليك إعراضهم ولست بصابر كصبر الرسل، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فلا تكونن من الجاهلين، إنما يستجيب الذين يسمعون. ثم قال ترغيب المؤمنين بالإيمان والثبات على الإيمان، لأنك إذا علمت أن الذي ينجيه الله هو المؤمن، وهذه النجاة تكون في الدنيا والآخرة، فينجى في الدنيا من عذاب الله إن أراد بقوم سوء، وينجى في الآخرة من عذاب النار، وهذا
أعظم وأشد، عذاب النار أعظم وأشد، فتكون النجاة منه أعظم وأكبر فوزا. فالنجاة من عذاب النار أعظم من النجاة من عذاب الدنيا. فإذا كان الله نجاهم من عذاب الدنيا فما ظنك بنجاتهم من عذاب الآخرة؟ فهذا يجعل المؤمن يزداد ثبات إذا علم أن هناك من أوذي وطرد وقتل وشرد من الرسل ومن أتباع الرسل، هذا يجعله يطمئن. وهذا الأسلوب الذي استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له خباب أما تستنصر لنا، وكان النبي متكئا فجلس فقال ثكلتك أمك يا خباب، كان الرجل في من كان قبلكم يؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه فيشق بالمنشار نصفين حتى يقع شقاه على الأرض، فما يرد ذلك عن دينه. لماذا يخبره النبي بذلك؟ ليقوي عنده العزيمة، وليعلي عنده الهمة، وليعلي عنده الصبر. هكذا والرجل منا إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. الرجل منا إذا أوذي في الله ولو إذاء خفيفا لأجل لحية، لأجل جلباب، لأجل قراءة، لأجل صلاة، ينسلت وينفلت من الدين ومن السنة ومما هو طبق فيه الشريعة. ليه؟ جعل فتنة الناس كعذاب الله، كأنما العذاب يأتيه من قبل الله، وسوى بين فتنة الناس وبين عذاب الله. وهذا صنف ذكره الله، وما ينبغي للمؤمن أن يكون كذلك. فلقد أوذي من قبل المسلمين كثيرا كثيرا، ولكن كان الإيمان عندهم أعظم وأعلى منا، نحن ضعاف. فلذلك لما نتمسك بالقرآن ونقرأ قصص القرآن وقصص الذين صبروا، خباب هذا الذي يعنفه النبي بهذه الطريقة يقول ثكلتك أمك يا خباب، كان الرجل ما كان قبلكم يشق بالمنشار نصفين، خباب هذا كان يوضع على النار وينفخ في النار ويتسقط الدهن من ظهره على النار. يعني مش واحد خمس نجوم زي حالتنا كده. ومع ذلك لما قال أما تستنصر لنا، قال له النبي هذا الكلام والله رب العالمين قال في القرآن أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول، وهو أعلاهم إيمانا، وهو أعلاهم إيمانا الرسول، ومع ذلك حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وهذا يجعل المؤمن في ثبات على أمر دينه، وفي ثبات على أمر دينه، على أمر إيمانه، ويشحذ الهمة لأجل ذلك. ليس مع أول فتنة وأول بلاء يسيبه يمشي. وكثير من الناس هكذا، ده بيبقى لسه بدأ يصلي لا يشبش بالسر يقول لك مش بصلي ثاني. أمر عجيب، يخش يعمل مشكلة مع حد في المسجد يقول لك مش داخل الجامع ثاني، وهذا الجامع هو صلى بجوار رجل له رائحة كريهة يسيب الجامع ويمشي يقول لك مش مصلي ثاني يا ناقصة. وهكذا ما ينبغي أنك مع البلاءات الخفيفة أو مع تمتحن أو مع ما تمتحن فيه تترك الالتزام، تترك الصلاة، تترك فريضة، تترك الصلح بين الناس، تترك كذا تترك كذا، ما ينبغي لك أن تفعل. ولكن ينبغي أن تتحلى بالصبر على كل أمر لك فيه أجر، تتحلى بالصبر على كل أمر لك فيه أجر. نحن عندنا الصبر واهن ضعيف كخيوط العنكبوت. أنت بنقول لك ما تزعلش من أخوك وصل رحمك، يقول لك أصله عمل وعمل 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 حتى ما عندوش همة فيما لا يؤذى فيه. إيه يعني؟ ده إذا ينفرك من صلة الرحم ويجعلك تتحمل وزر قطع الرحم إن أخوك أذاك، إنه شتمك، إنه قال لك، إنه عمل، إنه كل عليك شيء من أمن في الدنيا أو أخش تقطع الرحم. آه طب ليه؟ أنت أذيت فاحتسب هذا الإذاء واصبر لله. ما عندكش صبر لله خالص. وكم تأتينا من أسئلة تقول له يا أخي الناس بتؤذى في الله، يصبر شوية وصل رحمك لله. يقول لك لا أنت ما تعرفش عمل إيه؟ حطك على البوتاجاز وولعه والدهن بتاع ظهرك وقع، ولا حطك في الفرن خباب كذلك، وانظر إلى فعل النبي معه. أنت في الدنيا تبتلى لله، أنت عايز الجنة ببلاش؟ أنت عايز تخش الجنة ببلاش؟ لازم مستهم البأساء والضراء وزلزل حتى من أقرب الناس لك. مش صابر على إيذائه وتقطع الرحم وتفعل 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 وترد الإيذاء بالإيذاء، ما ينبغي أن تفعل. ليكن لك صبر لله، وكل منا أدرى بنفسه، يكن لك صبر شوية لله،
اصبر شوية لله حتى تعلو الدرجات، حتى تكتب من الصابرين، حتى إذا أتيت يوم القيامة يوجد في صحيفتك شيء من الصبر. أنت عايز كل حاجة ممهدة وسهلة؟ ما ينبغي ذلك. قص الله على نبيه نبأ الرسل لأجل ذلك، لأجل ذلك، وللمؤمنين من بعد النبي وأصحابه ليثبتوا على الطاعة. أنت اللي احنا بنقوله ده احنا ما شفناش واحد على مية منه، ومع ذلك لا نصبر لله. أي صبر لله قليل، ونحن ضعاف الهمة، وصبرنا لله أوهن من خيوط العنكبوت. ونسأل الله الثبات. السادسة قال تحذير الكافرين من الاستمرار بكفرهم، لأن فيه تهديد ووعيد أن يكونوا مثلهم، كما ذكر الله لنبأ قوم لوط في سورة هود، قال في آخره فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. شوف التهديد بقى والتخويف لكفار مكة ولكل كافر ولكل معاند. قال وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد. وقال أفلم يهدي لهم كم أهلكنا من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك بألا يعذبوا إلا بأيدي المؤمنين لكان العذاب لزاما لهم. الكلام عن كفار مكة، ولولا كلمة سبقت من ربك، إيه الكلمة؟ ألا يستأصلهم، لأنه قال لنبيه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، وما كان الله يعذبهم ويستغفر. فالله سبقت منه الكلمة ألا يعذب كفار مكة إلا بأيدي المؤمنين، إنما ينزل عذاب يشيلهم كعاد وثمود وقوم نوع غير ذلك، هذه كلمة سبقت من ربك ألا يعذبوا إلا بأيدي المؤمنين. فقال ولولا كلمة سبقت من ربك بهذا لكان العذاب لزاما لهم، لكان لزاما وأجل مسمى، ولولا كلمة وأجل مسمى سبق من ربك لكان العذاب لزاما لهم. هذا تركيب الكلام. ثم قال الأخيرة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. الله أنزل على نبيه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم صلى الله عليه وسلم، وقال له وكان فضل الله عليك عظيم. أن للنبي أن يعلم بأخبار السابقين، ده حتى كفار مكة وأجداد النبي ما كانوا ليعلموا هذا القصص ولا ليعلموا بأخبار السابقين. نعم جاء جزء منه كبير في كتب أهل الكتاب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقص عليه هذا القصص بهذه الطريقة، وهو ما كان يقرأ من قبل القرآن من كتاب وما كان يخطه بيمينه، والله قص عليه من الأنباء وأخبره أن هذه من منح الله له، وأن هذه من فضل الله عليه، وأن هذه المنن في أخبار السابقين لتثبيت فؤاده. فقال له في نهاية سورة، عفوا في نهاية نبأ مريم في سورة آل عمران، قال له ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه وما كنت لديهم، أين كنت يا محمد إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، أين كنت ومن علمك هذا، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا. فهذا وقف على دي شوية، ما معنى أنه وجد النبي ضالا فهداه؟ وهذه تحتاج إلى وقفة حتى لا يخوض متكلم في جناب النبي وفي مقام النبي. إذا أردت أن تستخدم تفسير هذه الآية وأن تأتي به ما هو الضلال وما هو الهدى المعني في الآية، ووجدك ضالا، اعلم أن الضلال على شقين: الضلال الذي هو الدخول في المنهج الفاسد، والضلال الذي هو الجهل بالشيء. افصل، في ضلال دخول في مذهب فاسد ومنهج فاسد، وهذا حمى الله منه الأنبياء قاطبة، ليس النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقط، أن يدخلوا في عقيدة فاسدة أو في منهج مبتدع أو في منهج شركة أو في منهج ضلال، هذا اسمه ضل الطريق وأخذ منهجا فاسدا، هذا اسمه إيه؟ ضلال. وهناك الضلال الذي هو الجهل بالحق. لما أرسل عبد الله بن مسعود إلى أبي موسى الأشعري في مسألة المواريث قال لقد ضل أبو موسى، في ميراث الحفيد مع الجد عرضت المسألة
على أبي موسى الأشعري فأفتى فيها، فلما عرضت على ابن مسعود قال ابن مسعود لقد ضل أبو موسى. ماذا يقصد ضل أبو موسى؟ يعني ضل وفسدت العقيدة أو فسد فقهه أو فسد علمه أو هذا قدح فيه؟ كلا، وإنما يقصد خافي عليه الحق، خافي عليه الحق. فعادوا إلى أبي موسى فقال لهم ماذا قال ابن مسعود؟ قال لقد ضل أبو موسى والأمر كذا وكذا. لو أن رجلا منا، عشان احنا بتاخدنا الحمية في الحاجات دي أوي، هو قال كذا، طب هو اللي ما يعرفش، هو قال أبو موسى الأشعري لا تسألوني وفيكم هذا الحبر، لا تسألوني وفيكم هذا الحبر. يتكلم عن ابن مسعود، مش معنى أنه ضل، لأنه يعلم معنى كلمة ضل أبو موسى، يعني خفي عليه أو خفيت عليه الحقيقة، هذا المعنى، هذا المعنى. فهنا لما قال وجدك ضلا فهدى، تفسيرها فين بقى؟ هاتوا من القرآن، علشان لا تحمل اللفظ أكثر مما يحمل. فين؟ قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. هي دي، هاتها نصه. ما معنى أنه قال لا وجدك ضالا؟ يعني لم يكن يدري ما الكتاب ولا الإيمان. ده كلامي ولا كلامك؟ هذا كلام ربه وربك سبحانه وتعالى. قال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان فهذا جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهداه وهدى به، فهداه وهدى به. يبقى ما معنى وجدك ضالا فهدى؟ هات آخر آية في الشورى، لا تحمل لفظ أكثر ما كان يعمل. أو آية النساء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. ما لم يكن يعلم، هذه مرحلة وجدك ضل، ما كان يعلم الكتاب والإيمان، فلما علمه قال فهذا. واضح؟ فهنا يقول لهم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم. أين كنت يا محمد لما ألقوا أقلامهم أيهم يكفل مريم؟ وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقال له في آخر نبأ يوسف ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وقال له في نهاية نبأ موسى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، فمن الذي أعلمك هذا يا محمد؟ وما كنت بجانب الطور إذ نادينا من؟ نادينا موسى عليه السلام. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن أعلمك هذا رحمة من ربك، ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. فأنى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم هذا القصص وأن يعلم هذه الأنباء لولا أن الله علمه ولولا أن الله من عليه بهذا. وهي من فضائل النبي التترى المتواصلة المتلاحقة مما فضله الله به في الدنيا فضلا عما سيفضله به في الآخرة. من فضائل النبي أن الله أعلمه أنباء السابقين بهذا النسق القوي وبهذا الترتيب العظيم وبهذا النسق البديع في هذا الكتاب المبين، أعلمه بأخبار السابقين علما يقينا جازما من أصدق من الله حديثا ليثبت فؤاده وليكون حج أمام أهل الكتاب. فإذا سألوه عن فتية جابوا عن فتية ناموا في كهف سنين والنبي ينبئهم بهذا، والذي أعلمه هو الله، هذا يثبت النبي أمام هؤلاء. ولما سألوه عن ذي القرنين نبأهم. فتخيل أن يأتي رجل من بني إسرائيل أو أن يأتي رجل من اليهود ومن النصارى يذكر للنبي قصة لم يكن النبي يعلمها ويذكر للنبي نبأ لم يكن النبي يعلمه، ما ظنك بكفار مكة ماذا سيفعلون مع النبي؟ ماذا سيفعلون؟ يقول لك خلاص ده بيقولوا له مش عارف، وهو يزعم انه يوحى اليه، ما يعلم شيء عن عاد، ما يعلم شيء عن ثمود، ما يعلم عن الفتيه، ما يعلم عن الرجل الذي مات 100 عام ثم بعثه الله، وهم يعلمون فهم اصدق منه. كان سيقال هذا، ولكن الله انباه بما لم يعلمهم، بل انباه باسرارهم التي حاولوا ان يكتموها، كالقريه التي مسخت قرده كان يعلمه علماء بني اسرائيل، كانوا يعلمون ذلك وواروا هذا لأنها فضيحة. مسخهم رد
فضيحة وعار عليهم، فواروا هذا عن الناس سنين، حتى قال الله لنبيه واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، أن لمحمد أن يعلم هذا، وهم يحاولون بكل جهدهم أن يكتموا ذلك لأنه وصمة عار عندهم. فالله أطلع نبيه على هذا وأنزله في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، فقال واسألهم عن القرية، واسألهم يا محمد عن القرية التي كانت حاضرة البحر وهم يكتمون نبأها وليريدون أن يخرجوه. فأعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا. ما ظنك لو هم أعلموه بأمور لم يكن يعلم، ماذا سيكون موقف النبي أمام كفار مكة؟ ده بمجرد أن وجدوه يجلس مع رجل أعجمي نصراني يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الدين ويعلمه الإسلام، قالوا علمنا من أين يأتي محمد بما عنده، يأتي من هذا الرجل الأعجمي صنع الأحذية، يجلس معه الأعجمي يخبر النبي. فأنزل الله قوله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. عارف لو إحنا استخدمنا العامية وخرجنا عن لفظ القرآن هنقول يا بهايم. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، فهل يعقل أن أعجمي يعلم عربي العربية وأنتم لا تأتون بمثلها؟ ده عار عليكم أنتم. إذا كان أعجمي يعلم العربي وهو محمد صلى الله عليه وسلم يعلمه العربية ويأتي محمد ويقول هذه العربية لكم وأنتم تعجزوا عن الإتيان بمثلها، والأعجمي هو اللي جاب ده كله، يبقى عار عليكم أنتم كمان. قال ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، عربي فصيح واضح، هو لسان النبي صلى الله عليه وسلم لما نطق لهم بالقرآن. مجرد أن شافوا بس قاعد مع الأعجمي قالوا هذا. فما ظنك لو أتي له بأخبار أهل الكتاب من أهل الكتاب؟ فالله أطلعه وثبت فؤاده وعلمه ما لم يكن يعلم، وقال له وما كنت وما كنت وما كنت لديهم وما كنت. هذا فيه إشارة إلى فضل الله عليه صلى الله عليه وسلم، وهو خير من يعلم هذا الفضل صلى الله عليه وسلم. هذه إشارة عن القصص في القرآن. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، هو بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل. صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.